بعض الناس يا شيخ عبد الله وإياه عند رفع اليدين تكبيرة الإحرام يرفع اليدين حول السرة أو فوق السرة قليل، يضعها يعني، لا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، نعم يعني لا يرفعها إلى المنكبين، إلى المنكبين أو حد، فهل رفع اليدين يكون صحيح؟ وماذا على الإنسان لو كان عنده علم ثم بعد ذلك ترك هذا الإنسان الذي لم يرفع يديه حول المنكبين أو عند فروع الأذنين؟ هذا الرفع الذي ذكرت ليس رفعا مشروعا، بل هو عبث ينهى عنه، لأن الرفع المشروع إما إلى المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وما تقاصر عن ذلك فهو قصور عن السنة فينهى عنه، ويقال إما أن ترفع كاملا وإما أن تترك. طيب يا شيخ الله يحسن إليك، إذا كان أقول الإنسان عنده علم ذلك يلزمه أنه ينبه، إيه معلوم، ولو ترك ذلك، لو تركها فقد قصر وسيسأل، لأن يعني الله تعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وفي هذا الحال يحتاج إلى بيان.